خلينا نطلع نشوف تقرير مهم جدا مع الاستاذ خالد الدرندلي رئيس بعثه النادي الاهلي من الامارات، ونعود لنتواصل. شكرا ليك زميلي ابو الخطيب، زميل محمد سعيد، كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. استعدادات خاصه وقويه جدا طبعا لفريق النادي الاهلي في بطوله كاس زايد للانديه الابطال، الاهلي والوصل الاماراتي. ان شاء الله باذن الله تكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي، مباراه غايه في الاهميه لفريق النادي الاهلي، لكن زي ما بنقول الكل على قلب رجل واحد. باذن الله نصعد من هنا من هذه المباراه بالادوار القادمه في البطوله العربيه. بينضم لي كمان عضو مجلس اداره النادي الاهلي وامين الصندوق المهندس خالد رندلي. برحب بيك طبعا خالد بيه في البدايه، وانا عارف ان في مجهود كبير بيبذل من مجلس النادي الاهلي لتوفير كل سبل الراحه لفريق النادي الاهلي، همنا كبير في الموضوع هذه المباراه، مستطيل الاخضر باذن الله يحسم هذه المباراه. حابب تقولي في البدايه عن الاستقبال وعن هذه المباراه خالد بيه؟ طبعا في البدايه يعني بنشكر كل الشكر والتقدير لاخواننا اهل الامارات عامه، وخاصه نادي الوصل الاماراتي والقائمين على اداره نادي الوصل. الحقيقه الاستقبال حافل من المطار لحد الفندق لحد الترتيبات اللي معموله، كل حاجه الحقيقه يعني احنا ده اللي عهدنا بيه من شعب الامارات واخواننا، واحنا مش حاسين بغربه وكل حاجه متيسره، فده طبعا اول حاجه وشكر واجب يعني. نمره اتنين بقى بالنسبه للمباراه، المباراه بنقول احنا بعد مباراه الترجي يعني يجوز الثقه اهتزت شويه في بعض اللعيبه، الجمهور الان على مستوى الفريق، انما مرينا بحاجات دي كتير، ثقتنا كبيره في لعبتنا. المباراه دي هتكون باذن الله نقطه تحول لاستعاده الثقه، لان مباراه مهمه بغض النظر انها بطوله مهمه وماديا ومعنويا، وفيها منافسه كبيره بكل الفرق الكبيره اللي بتلعب فيها، انما احنا بنقول هي بالنسبه لنا كنادي اهلي نقطه تحول لاستعاده الثقه دي، واللعيبه بقى يرجعوا منصورين يركزوا بقى، لان احنا عندنا مباريات مهمه كتيره جايه سواء في الدوري او في الكاس، وبطوله افريقيا هتبتدي تاني قريب جدا، فكلها ضغط، فلازم النهارده اللعيبه تفهم ان المباراه دي مباراه استعاده ثقه قبل اي حاجه تانية. احنا مش بنقول اعذار يا خالد بيه، لكن مشاركه النادي الاهلي في اربع بطولات في ظل ضغط المباريات خلال الفتره الماضيه دي من غيابات واصابات ولعيبه بيتم ايقافها، ظروف محيطه يمكن مش عايزين نتكلم عليها في مباراه تونس، امور كانت صعبه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، لكن جمهور النادي الاهلي ما بيبصش غير على المكسب، لكن اداريا وفنيا امور كانت صعبه جدا على ما اعتقد خلال الفتره اللي فاتت. بص، هي طبعا احنا الظروف اللي مرينا بيها في مباراه الترجي ظروف عمرنا مرينا بيها قبل كده، ظروف صعبه جدا، ظروف تحت ضغط كبير على اللعيبه وعلى الاداره وعلى الجهاز الفني على كل حاجه يعني. انما برجع اقول احنا ما تعودناش ان احنا يبقى في شماعه للخطا او الغلط، احنا ما كناش موفقين فعلا في المباراه الاخيره، انما احنا مش ده مستوانا، مستوانا الفعلي هيبان بكره ان شاء الله، وانا عندي ثقه كبيره ان يعني هنرجع ان شاء الله منصورين، عشان كل محبي النادي الاهلي يبقى عارفين الاهلي لسه بخير، الاهلي ما اهتزش، والاهلي لعيبته كبار، لعيبته عندها خبره وعندها روح الفانيلا الحمراء، فباذن الله كده انا متفائل بان هنرضي كل من هو ينتمي للفانيلا الحمراء. انا بضم صوتك، لان يمكن تدريب الامس كان فيه يمكن حماس كبير جدا لمستر باتريس مع اللاعبين، حمسهم بشكل كبير جدا، كلمهم على اهميه الفتره اللي جايه واهميه كمان هذه المباراه، واضح ان يمكن النادي الاهلي استعد من القاهره ويمكن على الطريق الصحيح ان شاء الله يا خالد بيه. انت خدت بالك امبارح في التمرين اول مره احس ان المدرب صوته عالي متنرفز قلقان، وانا مبسوط من كده بصراحه، ان ده بيعكس قد ايه هو مهتم، قد ايه اللعيبه تحت ضغط لازم يحسوا ان دي مباراه مهمه جدا، فانا مبسوط جدا من التمرين امبارح والنهارده. عايز اقول لك المعسكر بادي من يوم ثاني يوم ماتش الترجي يعني، لان يعني عارفين المباراه دي هي اللي هترجع لنا كل ثقتنا، المباراه دي مباراه مهمه جدا، واللعيبه مروا بحاجات كتير قبل كده يعني، احنا كان عندنا نفس المباراه في تشيب تاون بتاع بوتسوانا، احنا كنا رايحين كنا معانا نقطه واحده يعني، كنا لو تعادلنا ما كناش هنكمل يعني، فالحقيقه كان الحماس بتاع اللعيبه ان احنا كسبنا هناك على ارض، وكنا على فكره اتعرضنا لضغوط كتيره هناك برضه، وكسبنا ورجعنا ووصلنا لاول المجموعه
ورجعنا لعبنا فاينل بعد ما كنا معانا نقطة واحدة في آخر المجموعة ولعبنا فاينل كنت ممكن تكسب. فالنهاردة برضو أنا بقول إن شاء الله النهاردة رغم التعادل 2-2 إنما إحنا جادرين واللعيبة جديرة بأنها تثبت إن النادي الأهلي لسه قوي ولعبته خبرتهم وأدائهم وانتمائهم للنادي الأهلي وهم مصرين ان شاء الله يعملوا نتيجه كويسه. اكيد عشان ما اطولش عليك اكيد احنا عارفين لعيبه النادي الاهلي مش محتاجه رسائل ومش محتاجه تحفيز لكن لابد ان انا اخد منك كلمات لعيبه النادي الاهلي قبل هذه المباراه الهامه جدا اللي اكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. والله انا عايز اقول لهم دي مباراه مصيريه وهي مباراه البطوله. انا بقول لهم دي مباراه البطوله سواء للدوري او سواء للبطوله العربيه. ان شاء الله ان شاء الله الف شكر. شكرا. شكرا كل الشكر تقدير للمهندس خالد الدرندلي عضو مجلس اداره النادي الاهلي وامين الصندوق على هذه التصريحات. ان شاء الله ثقتنا كبيره في كل لاعبي النادي الاهلي في الجهاز الفني باذن الله النصر للنادي الاهلي. ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي تبذل كل ما هو في وسعها من هذه من اجل هذه المباراه ومن اجل اسعاد كل جمهور النادي الاهلي. مستمرين معاك كالعاده زميلي ايهاب الخطيب زميلي محمد سعيد ولقاءات خاصه هنا من ملعب نادي الوصل على شاشه قناه النادي الاهلي. عوده ليك زميلي ايهاب. عوده ليك زميلي محمد. شكرا زميلي كريم احمد. يمكن تقرير مميز جدا مع الاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق النادي الاهلي ورئيس بعثه النادي